فانا عايز اقول لك على حاجه، مع كل الاحترام لازم نغير بقى الواجهه بتاعه البرتغال بجد. يعني كل مدربين البرتغال كلهم ما شفناش واحد غير جوزي. وجوزي لما جه كان عنده وجوزي لما جه كان معاه لعيبه ممكن كنا خدنا بيها كاس. يعني كان اداره الاهلي وقتها جايبه له لبن العصفور يعني. ايوه ما انا بقول لك بركاته ابو تريكه هو بقى الجمعه ماشي، هو عمل بطولات بيه استغلوه. بس طريقه المدربين المفروض في فرق بقى ان انت عندك لعيبه ده بيصير يا كابتن جوزي بيصير. لا ما مش التاني، التاني اللي هو كان التاني. لا وبعدين انا بقول لك لازم تغير وجهه البرتغال بجد. دول الضحكين بيفاوضوا اتنين المان برضه ولا المان واحد انت واحد منهم كان ماسك منتخب النمسا. بص يا اسلام المدرسه البرتغاليه بتمشي مع الزمالك يا عم خلاص بقى. الزمالك ولا الاهلي ولا بتمشي مع الكره في مصر؟ لا هي بتمشي يعني مع عندك باتشيكو مثلا. دي بدعه خلي بالك والله. لا خلي بالك باتشيكو انا بستغرب لغايه دلوقتي بعد الهزيمه الاخيره دي ازاي ما مشيش يا جاي اسلام ازاي ما مشيش يا كابتن رضا. انت بص هو الراجل مشي وراح على عماد الزمالك فريرا صح، بس فريرا كان واقعي بيلعب يا كابتن يا عم روح اللي عنده يا عم. لا ازاي اروح يا راجل ده زهقان يا راجل. مين ده؟ ده ناس لعيبه كوره يا كابتن. ما انت ما شفتش بعد كده الزمالك مشي يا كابتن اسلام. الزمالك الزمالك وقع لما مشي الراجل. بتغنوا يا كابتن ابو ده. ما انا بقول لك الزمالك وقع لما ايه يا جدع وقع ده هو اللي وقع. الزمالك هو مين اللي مطلع هو مين اللي مطلع الناشئين اللي انت كنت لسه بتعمله؟ ما فيش ناشئين ده اتجبر يا كابتن. بص يا كابتن ادي كل واحد حقه يا كابتن يا ابني ما اديله اهو. كلمني طب انا بكلم رضا ما اتكلمش اشرب الكركديه يا كابتن. انت بتتكلم على فريرا. فريرا لعب لما كان عنده مشكله لما مشي طارق حامد ومشي فرجان السياسي طلع مين؟ هو اللي طلع مين؟ ده هو كان عايز يجدد لطارق حامد. هو اللي طلع اسامه ده هو كان نبيل. اسمع ابن اسامه نبيل اللي انت ما عرفتش تحافظ عليه طلعت يوسف جعفر ابن النادي اللي احنا لسه بنتكلم الوقت مع محمد عبد الله. لما يكون عندك ناشئ تطلعه عشان يفيد الدرجه الاولى. انت عندك طلع لك محمد طارق حسام عبد المجيد طلع لك كان لعيب انت قادر يلعب واقعي ما تتكلم كوره بقى بثلاثه طور من نيمار اللي هو لعيب كوره ما كانش بيلعب. لا يا كابتن لا يا كابتن كان بيلعب. انا بتكلم عشان الراجل مش موجود لكن انت بتتكلم على نادي الزمالك في الفتره اللي خد فيها سنتين كان الراجل واقعي. يعني انت شايف ان المدربين البرتغال يصلحوا نادي الزمالك بدليل للزمالك ولا للاعب المصري للانديه المصريه؟ لا بص للاعب المصري دايما لان انت كمان انت جايب فيريرا النهارده او فيتوريا بيبقى واقعي. هو راجل عاوز يكسب بيأدي بشكل كويس هو ده اللي احنا بنشوفه. عايز يلاعب قوة الضربة اللي عنده هو محتاج ان هو عاوز يكسب. اسلام بيحب المكسب حتى بدليل لما انت النهاردة حتى النهاردة لما بتقول ان ما ياخدش فتوح وده قرار غلط على فكرة وانا مش معاه لان ما فيش احترام لقرارات مجلس الادارة. ان قرار مجلس ادارة واخد قرار تربوي لأحمد فتوح انه يتوقف وانت تيجي النهاردة تلعبه لا يبقى انت كده بتتحدى مجلس اداره نادي الزمالك يبقى في خلل. زي ما بسألك سؤال. زي ما انت النهارده لما انت استبعدت مروان حمدي اللي عمل غلطه مع جماهير نادي انت ما خدتش ليه مروان حمدي الفيرود طيب